أمام سوداوية حجم الإجرام في الموصل ومشاهد دمار المدينة الضاربة في أعماق التاريخ لمئات السنين قبل الميلاد، باتت اليوم أمام كارثة طبية تحيق بسكانها الذين ما زالوا يعانون من تبعات حرب دارت رحاها على أرضهم وسلبتهم أبناءهم. مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بدأت تشهد تزايد خطر الإصابة بالأمراض السرطانية لا سيما بين الأطفال بسبب مخلفات الحروب والتلوث وتفشي الفقر والأمراض وغياب الدعم الصحي، حسب ما كشفت مصادر برلمانية، مشيرة إلى أن الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة والصراع السياسي الكبير بين أحزاب السلطة ومسؤولي الحكومة يحول دون عودة الأهالي إلى مناطقهم. لم تشهد الموصل منذ إعلان انتهاء العمليات العسكرية فيها أواخر 2017 أي عمليات إزالة لركام المباني ومخلفات القصف والمعارك أو حتى إعمار لشبكات الطرق والجسور والكهرباء، ويعود ذلك إلى صراع سياسي ومطامع اقتصادية بين القوى المسلحة والميليشيات المنتشرة في الموصل، وهو ما تسبب بعرقلة عودة الأهالي إلى بيوتهم. تعرضت الموصل القديمة الواقعة على الجانب الأيمن من نهر دجلة إلى دمار هائل وانهيار 70% من أبنية المدينة في ظل تأكيدات حكومية بوجود 13 مليون طن من مخلفات الحرب التي تحتوي على عدد كبير من الألغام. أما الضحايا المدنيون فيتجاوز عددهم 40,000 قتيل وجريح ومفقود. ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، إلا إنها ما زالت تعاني من تهميش متعمد من قبل السلطات الفاسدة، فيما توجه تهم الإرهاب لأبنائها لينتهي مصيرهم في معتقلات الطائفية والإجرام.